ازيكم؟ عاملين ايه؟ معكم سوا سيد. فيديو النهارده بيتكلم عن هو ما بيتكلمش عن حاجه، هو روتين تحفيزي تشجيعي تنظيف المطبخ. هنضف المطبخ عادي معاكم ونتسلى. يلا بينا نبدأ الفيديو بسرعه. هغسل بقى كل المواعين دي، اظن مفيش اكتر من كده. غسلت دي الصف اللي انا بصف عليها المواعين، غسلتها في الغسالة طلعت نظيفة كأني لسه شارياها. بصوا بنصح بيها جدا ان انتوا تشتروها، بنصح بيها جدا. حطها تحت المطبقية وصف عليها المواعين، بنصح بيها جدا 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 جدا. حطيتها اهي، هحط فيها بقى المطبقية وهبدأ اغسل المواعين. ادعولي. شوفوا نشوف اللي انا فيها دي، انا مش عارفه اعمل ايه. بغسل المواعين، بصوا مش عارفه اعمل ايه بصراحه. بالصدفه والله حصل معايا كده وانا بصور الروتين، مش عارفه مش عارفه. بصوا هصلحها بقى واجيلكم. انا فكيت البلاعه اهو بالمسمار، وبطبق ميه سخنه بملح وكربونوتو، يعني بحاول اسلكها بقدر المستطاع. لسه ما صلحتش بس بحاول. واحده هتيجي تقول لي طب انت ليه بتصوري لنا يعني المجاري وهي مسدوده وانت بتغسلي مواعين مش عارف ايه؟ ما ممكن واحده تسال كده يعني. بصوا انا عمري في حياتي ما قابلت الحاجات دي، تمام؟ فانا بغسل مواعين عادي، بيحصل لي كده، ببقى مش عارفه ايه السبب، فبحاول احلها، لان اكيد مش هدخل سباك الساعه 12 بالليل مش هلاقي، واكيد برضو مش هسيب الحنفيه تقعد تجر في ميه وتغرق لي السجاجيد وتغرق لي المطبخ. فبنحاول نصلح الحاجه وبنحاول نتعلم، نعمل بقى سيرش، نعمل بقى نجرب بنفسنا، نسال امهاتنا، نسال اي حد. المهم ان احنا نلاقي حل للمشكله اللي عندنا. علشان كده انا صورت المشكله بالصدفه، جت قدامي فقلت نعملها مع بعض. تاتا. بصوا انا الحمد لله الحمد لله سلكتها، قعدت فيها نص ساعة مثلا، قعدت اطلق في مية سخنة وملح كتير لحد ما سلكت، يعني الحمد لله، لحد ما نشوف بقى هنعمل ايه. يا رب المشكلة دي ما تحصلش تاني، عشان دي تالت مرة تحصل لي في شهر واحد. المهم انا بعمل الفيديو، يعني هي جت بالصدفة كده وسجلتها، علشان لو انت قابلتي الحاجة زي دي تصرفي زي ما انا اتصرفت كده وما تخافيش، بس ما تسيبيش الحاجة تبوظ، نحاول نصلحها، تمام؟ اقول لكم حاجه، والله انا فرحانه فرحانه ان انا عملت حاجه، يعني حسيت كده ان انا عملت حاجه مفيده. سيبكم بقى من القرف اللي انا شفته لحد دلوقتي، ايديا اصلا بتحرقني من الميه السخنه والملح عشان اتدلقت على ايدي كذا مره، بس فرحانه ان انا جبت نتيجه، يعني نتيجه كويسه ومرضيه. يا رب ما تحصلش المشكله دي تاني، علشان تالت مره تحصل. بص عندي اصلا الحوض بيتهز مش ملزوق، لزقته قبل كده بسيليكون فك، فلو حد عارف حل ان انا الزقه بحاجه ما تتحركش يقول لي برضه. طبعا انا بقى الفيديو ده مشاكل، هو الفيديو ده عباره عن مشاكل مش حاجه عادله ابدا، يعني سباكه ومجاري وسيليكون، استحملوا بقى معلش. طبعا رشيت المطبخ جلسة بتاع الازاز، وهبدأ بأي ليفة عندي، بس مكنش سلك مواعين. اي ليفة نافعة نعم نافعة ايه؟ اي سلكة ايه؟ اي ليفة ناعمة؟ انا والله مستغربة اصلا انا بعمل الفيديو ده. بصوا اي ليفة ناعمة تكون متقامة على المطبخ كده وهتبدأي تليفي المطبخ، تمام؟
طبعا شايفين فتحات التهوية بتاعت البوتاجاز شكلها عامل ازاي، فهحاول انضفها، هشوف انضفها معاكو ازاي. لسه هشوف، انا زق البوتاجاز دلوقتي، هشوف بقى انضفها من ورا ولا من قدام ولا من فوق تحت، مش عارف، هنشوف لسه. طبعا زقيت البوتاجاز زي ما قلتلكوا عشان اشوف هنضف فتحات التهوية من ورا ولا من ايه. المهم ما عرفتش انضفها من ورا، لقيت الدنيا مقفولة خالص. بس اللي ده انا اكتشفته المهزلة دي، شايفين القرف، شايفين المهزلة، فهنضف المهزلة الاول وبعد كده اشوف المهزلة الصغيرة اللي في البوتاجاز. كله مهزلة في مهزلة، انا عايشة في مهزلة، انا مهزلة اساسا بالمنظر ده، انا كده مهزلة. طبعا انا حضرت اول حاجة لايت مزيل للدهون، جلاس غسيل الزجاج، سلك مواعين، وشوية صابون بخل المية. حضرت كل الاسلحة النووية اللي عندي وهبدأ تنظيف المهزلة. انا مش عارفة، انت شايفين انا هعدي من ايه؟ هعدي من الحتة دي بس عشان دي اخرها، عشان في خرطوم الغاز، فانا مش عارفة هلعب بالي في الحتة دي ولا هعمل ايه، انا مش عارفة هدخل ازاي، هحاول. يلا سيبها 10 دقايق كده لحد ما الزيت الجميل ده يسيح شوية، واقوم ماسكة سلك المواعين واغسله بالصابون. تم الحمد لله تنظيف المكان زي ما انتوا شايفين. عملته باللايت، بعد كده دعكته بالسلكه كلها، وبعد كده رحت مسحته بالميه، وبعد كده رحت قلت بقى ايه لما اعمله بالجراس بتاع الازاز علشان يلمع وتبقى ريحته حلوه. الموضوع خلص على كده. انا بقى وانا بنضف عماله اقول انا ناسيه ايه، انا ناسيه ايه، لحد لما ايديا حرقتني عرفت انا ناسيه ايه. المفروض تلبسوا الجوانتي علشان اللايت بتاع مزيل الدهون ده خلى ايديا بتولع نور. لبست بقى الجوانتي بسرعه، بس ما عرفتش اصور علشان الجوانتي كان بيزحلق الكاميرا، فمش هيبقى البوتاجاز والكاميرا مع بعض يبوظوا. هنرجع بقى للمضمون الاساسي، ان انا ازاي هنظف فتحات التهويه. تعالوا نشوف مع بعض. هرجع بس البوتاجاز ده الاول مكانه، هو على فكره تقيل قوي. انا مش عايزه اقول لكم حاجه، عايزه بس عشان ايه محدش يقول ان انت معفنه وبتاع، لا انا هقول لكم حاجه. انا كل يوم يوميا، حلو كل يوم يوميا دي، انا بمسح الحته دي على طول بالشرشوبه كده وبالصابون بعد ما بطبخ وبنضف. بس عمري في حياتي ما تخيل ان هو هيبقى فيه دهون وزيوت متراكمه على الالومنيوم وعلى السيراميك من ورا البوتاجاز. انا اصلا كنت بجرب البوتاجاز عشان حاجه تانية، فاكتشفت المهزله دي، فهو ده بقى الفيديو. يعني انا كنتش عامله حسابي اصلا لان انا اساسا بنضف. فانتي جري بوتاجازك وشوفي هيحصل ايه، عايزه بس ايه اشوف حصل ايه بس. عايزه اشوف بس، ماشي. مش عايزه اقول لكم بقى انا دخلت ازاي، كان يعني بالظبط 30 سنتي، فيعني كنت بمشي على طراطيف صوابع. انا لو تخنت 5 كيلو كمان مش هعمل الحركه دي مدى الحياه، لان في حكم هنا خرطوم غاز معمول، فغصب عني المكان محكم. فالدنيا معايا كانت سهله قوي، سهله جدا. يلا نكمل بقيه الحاجات الحلوه اللي هتدي حلي النهارده. الحمد لله رجعت البوتاجاز مكانه. المهم دي ان بقى ايه للموضوع الاصلي، فتحات التهويه دي، ان انا عمري في حياتي ما خدت بالي منها، عشان كده عمري في حياتي ما نضفتها، ويا ريتني ما خدت بالي عشان هي ملهاش مكان تتنضف منه. المهم انا يعني جبت الفرشه دي وحطيت فيها شويه صابون، وقلت احاول ادخلها يا رب بس ما تتحشرش. اهي مع بعض نفضل نعمل بقى كده. طبعا هي بص بقى الفرشه مش عايزه تطلع، يا نهار ابيض مش عايزه تطلع، اقسم بالله اطلعي ده هوي. اقول لكم ايه، انا هقفل الكاميرا وهطلعها بدل ما البوتاجاز يتخرب. طبعا زي ما انتوا شفتوا انا عملت ايه، اللي انا عملته ده محدش يعمله بقى خالص، كانكم ما شفتوش حاجه، انتوا بس ايه شفتوا غلطتي، اوعوا تعملوا غلطتي بقى تاني. خلوها كده يا جدعان، خلوها ديكور كده. لو حد عنده حل تاني غير الفرشه يقول لي، لان بص هي فيها مهزله جوه. يا ريتني ما شفتها والله، يا ريتني ما شفتها، بقالي 4 سنين ما شفتهاش. ايه اللي خلاني اخد بالي اصلا؟ انا غاويه اصلا وانا بطبخ، غاويه طير الاكل جوه، مش عارفه ببقى فرحانه قوي، فبتلاقي مكرونه طارت دخلت جوه، يعني بتنمر بتنمر ان هي تخش. انا مش عارفه اعمل ايه بصراحه، اللي عنده حل يقول لي. دلوقتي بقى هنضف مكان البيتزا اللي انا كنت بعملها،
هنلم الدقيق وهنضفها بايه، بشويه صابون كده وخل ونلمعها. طبعا مسحت تحت البرطمانات ومسحت البرطمانات تمام، بس عشان الكاميرا بتفصل فمش بصور كل حاجه بعملها. شجعوني باللايك والسبسكرايب، وشجعوني ان انا سلكت البلاعه، شجعوني ان انا عملت بيتزا، شجعوني ان انا نظفت المطبخ اخيرا الحمد لله، شجعوني ان انا عملت كنافه بس ما ورهتلكوش، بس عملتها الكنافه القراطيس دي، وشجعوني على القناه عموما وتابعوني الفيديوهات الجايه. وعايز اقول حاجه بس، ان ده اول فيديو يتعمل على القناه، ان انا اصلا ما كنتش محضره له خالص، فيديو اتعمل ببقى عايزه اعمل حاجه يطلع لي حاجه تانية، يعني مش يعني اتعمل مش بمزاجي خالص، بس طلع محتوى ممكن يفيدكم. يا رب يعجبكم، وتابعوني الفيديوهات الجايه. يلا باي باي.